طيب يعطيك العافية. بنفهم كلنا القانون الدولي. طبعا تعرفوا أي لعبة بلشت بدون قوانين يعني، وشوي شوي صارت تتطور حتى أصبحت لها قوانين الخاصة فيها اللي بتحكم بين اللاعبين وبين الخصمين وبين الفريقين. طبعا ليش احنا ندرس القانون؟ لأن القانون هو لغة عالمية، يعني في أي دولة في العالم قانون كرة الطائرة هو قانون كرة الطائرة، سواء كانت بتحكي عربي ولا بتحكي انجليزي ولا بتحكي فرنسي. في النهاية الإشارات الموجودة في القانون، الأحكام الموجودة في القانون تحكم أي لعبة، سواء أي لعبة في أي دولة بأي لغة. عشان هيك أي واحد متخصص تربية رياضية لازم يكون عنده الحد الأدنى من القانون، الحد الأدنى من القانون، بحيث إن إحنا بحاجة ده قانون كرة الطائرة كتخصصين تربية رياضية، لأن أكيد راح نستخدم القانون في مباريات داخلية في داخل المدرسة، أو راح نستخدم القانون في مباريات لما نصير ننظم بطولات. وأنت راح تكون كمتخصص تربية رياضية في المدرسة مرجع للمنطقة اللي أنت بتكون فيها أو المدرسة اللي أنت بتكون فيها، عشان لازم يكون المدرب أو الدارس التربية الرياضية ملم لحد الأدنى، بدناش نكون 100% ملم ب 60 70% من القانون في كرة الطائرة أو في ده. الحكم يا جماعة لازم يكون عادل، يعني من صفات الحكم إنه يكون عادل أثناء قيادة المباريات، بحيث إني أنا أطبق القانون بين اللاعبين بالتساوي، ما عنديش مشكلة في فريق ألف ولا في فريق باء، ما عنديش في لاعب أسود ولا في لاعب أبيض، ما عنديش مشكلة في فريق من بلدي أو فريق من خارج بلدي، لأن في النهاية أنت بتدافع عن إمكانياتك وعن سمعتك كمدرب. أيضا أنت كمدرب كونك بتحكم اللعبة لازم تعدل بين الجماهير حتى يكون في عندنا نوع من المصداقية. يعني مدرب دوره مش فقط، الحكم مش دوره فقط إنه يصفر، وإنه الحكم بقود المباراة من بدايتها لنهايتها. في أحد المحاضرين الدوليين كنا ناخذ معاه دورة دولية في تحكيم كرة الطائرة، فمن بلغاريا هو، بقول أول شغلة عملناها لما جينا نطور اللعبة عندنا هي كانت على تطوير الحكم. طبعا ليش؟ يعني أنا لو مدرب وبدي أدرب فريقي بأحسن الإمكانيات، وأنا جاء حلاك الحكم أقل مستوى من التحكيم من المباراة، فراح تخرب علينا اللعبة. فالحكم مهم جدا إنه يكون مستوى بمستوى الفرق. تطور اللعبة بحتم على الاتحادات الدولية والعربية والمحلية إنها تكون بتطوير الحكام. تيجي الثقة بتكون عند الحكم، أو بصير الحكم عنده ثقة بنفسه إذا كان قراراتك حقيقية وصائبة. الحكم اللي بتكون قراراته 100%، قراراته بتكون يعني في صلب القانون بدون ما يرتجل في عملية اللي هي عملية اللي هو القرارات، هذا الحكم بتولد عنده نوع من أنواع الثقة بالنفس. أيضا الحكم لازم يكون ملم بالقانون، يعني ما بزبط الحكم يكون، حتى يعني من النصائح اللي كنا ناخذها من أحد الحكام الدوليين لما كنا ناخذ دورات تحكيمية، كانوا كلنا أنا دائما قبل ما أدخل أي مباراة بقوم بمراجعة القانون. فحتى انت اذا قريت القانون تفهم في القانون، القانون لازم باستمرار انك انت تقراه باستمرار. الحكم لازم يكون مربي في نفس الوقت، يعني انت مش حكم معناها انك انت متسلط على اللاعبين ومتسلط على اركان اللعبه وعلى المدرب وعلى، لا، انت احيانا بدك تستخدم القانون، بدك تستخدم روح القانون. قائد لهذه المجموعه، الجميع موجود في داخل الملعب ياتمر بامر الحكم، هو اللي بيبدا المباراه، هو اللي بينهي المباراة، هو اللي بوقف المباراة. جميع الناس الموجودين في داخل الملعب أو اللي بتابعوا في المباراة بيكونوا تحت إمرة هذا الحكم، فعشان هيك هو لازم يكون يتسم بأخلاق المربي، بحيث إنه يكون مش فقط بيصدر قرارات. الحكم لازم يكون يستخدم اللي هي خبراته في تطوير اللعبه لجميع الاطراف، ما ينحازش لاي طرف من الاطراف. دورك انك انت تكون مباراة الحكم اللي بينحاز او بحاول انه ينحاز لمجموعه معينه، راح تلاقي يواجه اشكاليات اثناء التحكيم.
في حكام بصير عندهم مشكلة من الجماهير، يعني إذا حق الجمهور شجع، إذا الجمهور في داخل الملعب جاي يستمتع في المباراة، بيدفع مصاري، بيقطع مسافات من شان يجي. حكيت أنت دورك كحكم إنك تسمح للجمهور إنه يستمتع بالمباراة، طب كيف الحكم، أنا لو سألت سؤال، كيف الحكم بيقدر إن يجعل من الجمهور إنه يستمتع في المباراة؟ شو يعني جوابنا هذا اختار انه يكون عادل، ماشي ممتاز عادل غيره ما يوقفش المباراة ما يدككش على كل شيء يا دكتور. في حدا قال ما يوقفش المباراة صغير، مين انا اللي حكى؟ هذا اختار، يعني ما تبكاش شوف المباراة مليانة صوت صفارة. مهم جدا، انا كجمهور جاي احضر مباراة، انا مش جاي اسمع صافرة، متعة المباراة ان المباراة تظل شغالة، تظلش توت 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 وقف المباراة، في حكام كثير بيجي وقف المباراة بينادي على الحكم الثاني تشاورات وإشي، لا متعة المباراة تظل مستمرة. فالجمهور بالذات جمهور كرة الطائرة مش مثل جمهور كرة القدم، جمهور كرة القدم مثلا بتروح تحضر مباراة كرة قدم بتشجع لحظات، بتشجع لحظات ما بتشجع طول المباراة، ليش؟ كرة الطائرة كل نقطة فيها أو كل هجمة فيها عبارة عن نقطة، بمعنى أن المباراة دائما مستمرة بالإثارة، في كل هجمة في كل إرسال في كل لعبة في إثارة، فحتى أنت كحكم ما يمل الجمهور منك، ما تحاولش توقف المباراة كثير، وهذه نقطة مهمة جدا للحكام، انك انت ما تصفرش كثير، مش جايين نسمع صافرتك، احنا مش جايين نتمنى، احنا جايين تنستمتع في اداء اللاعبين والمباراه، عشان انت لازم تكون تشجع اللعبه وتشجع المباراه. طيب ندخل على ملعب كره الطائره ونشوف شو ملعب هالملعب تبعنا اللي احنا نحكي عليه. لاحظوا عندنا ارضيه الملعب، ارضيه الملعب موجوده قدامنا، في عندنا حوالين الملعب، لاحظوا هذه المنطقه الزرقاء، شو نسميها هذه المنطقه؟ منطقة حرة. هذه المنطقة الحرة، احنا كلنا محليا في المسابقات المحلية اجت درب مشعل ولا شكبة ولا سنجل ولا عزون ولا جيش من هذه المباراة، فالاتحاد لازم ياخذ بعين الاعتبار ان المنطقة اللي بتحيط في الملعب لازم لا تقل عن 3 متر تحتسب من منطقة اللعب، لاحظوا تحتسب من منطقة اللعب. المجال الحر اللي هو المجال اللي فوق سطح الملعب اللي هي هذه المسافة اللي هي بكون سقف القاعة، أو إذا كان في مثلا أي عائق بمر من فوق الملعب، هذا العائق محليا لازم ما يقلش عن 7 متر، بمعنى إن أنا أي عائق قريب من الملعب لازم أحط بعلة إلا ما يكون أقل من 8 متر. لاحظوا المواصفات الدولية لما نكون بطولة دولية، مش أي دولة بتقدر تنظم بطولة دولية، لأن الملاعب لها مواصفات، هذه المواصفات لازم تتوفر في الملاعب. مثلا بقول لك في المباريات الدولية عن الجوانب هذه المنطقة الحرة لازم ما تقلش عن 5 متر، في المنطقة هاي منطقة العمق اللي هي منطقة الإرسال لازم ما تقلش عن 8 متر، بينما المجال الحر ما يقل عن 12.5 متر، بمعنى إن أقل حد 12.5 متر، طب لو في يعني 20 متر 25 متر يكون أفضل، حتى بتعطي لعبة للعبة مجال أفضل. فهذه المواصفات مهمة جدا حتى إحنا نقدر نستضيف بطولة عربية بطولة دولية، إذا ما في عندنا هذه المواصفات ما بنقدر نستضيف. سطح الملعب، هذا السطح اللي احنا بنلعب عليه، شو لازم يكون؟ لازم أول شغلة يكون ما فيش فيه أي نوع من الخطأ، يعني ما يكونش فيه إجور، يعني في الملاعب الخارجية بالذات الموجودة عندنا في بلادنا ما يكونش فيه حفر في جوا الملعب، ما يكونش الملعب منطقة طالعة ومنطقة نازلة، ما يكونش هذا الملعب مثلاً أرضية فيها حصمة أو إشي معين، لون الملعب لازم يكون فاتح، إحنا بنحكي عن مباريات عن مواصفات قانونية، مواصفات قانونية بمعنى أن هذه المواصفات القانونية لازم تتواجد في الملاعب اللي بنسويها، من الملعب 5 مليمتر كحد أعلى، ما يكونش أعلى من هيك حتى ما يشكلش نوع من الإيجابية لفريق دون فريق. دولياً في المسابقات الدولية هذه مواصفات عامة اللي حكيناها، ما يشكلش خطأ، لون فاتح من 5 مليمتر لكل متر طول. لكن في المباريات الدولية الأرضيات لها مواصفات معينة، إما بتكون اللي هي مثل الربر الموجودة عندنا في الجامعة مثلا، هذه مواصفات دولية بس هي قديمة شوي، أو بكون مصنوع من الخشب، يعني اليوم راح صاروا يستخدموا بعض الصالات الرياضية من الخشب وتكون ألوانها لون الخطوط يفضل أن تكون من اللون الأبيض، هذه الخطوط الموجودة حوالين الملعب اللي بتحدد حدود الملعب يفضل إنها تكون من اللون الأبيض وتكون مخالفة طبعا لألوان الملعب، لون الملعب اللي جوا
مش ارض اللعب، ارض اللعب احنا منطقه لعب كنا المنطقه الحره والملعب. لون الملعب يفضل انه يكون مختلف عن لون المنطقه اللي حوالين الملعب، يعني بمعنى ان هان اللون شايفينه برتقالي، اما اللون اللي برا كان ايش؟ باللون الازرق، ويكون مختلف في لونه. هذه من المواصفات للملعب بشكل عام، حتى نكون ان لو احنا في فلسطين جينا نستضيف بطوله دوليه، بيجي الاتحاد الدولي بيكشف الملعب، بيقول شو لون الملعب، شو لون الخطوط، المساحات اللي حوالين الملعب، هل هذه الامور موجوده؟ بقول لك تفضلوا استضيفوا. هذه الامور مش موجوده، بقول لك نقدر ما بنقدر ان احنا الخليج تستضيفه بطوله عربيه. طيب الخطوط، طبعا لاحظوا الخطوط اللي عندنا هي موجوده قدامنا. هذه الخطوط كلمه لونها ابيض، طبعا يفضل انها تكون لونها ابيض، لون الملعب مختلف. طبعا لما انت ترسم ملعب، لو رحت على مدرسه وبدك ترسم ملعب، لازم تحط بعين الاعتبار ان رسم الملعب ان الخطوط جزء من الملعب، الخطوط جزء من المنطقه. يعني لما انا بدي اكيس الملعب، بكيس من هذول 5 سم بيكون من داخل الملعب. طيب لو انت في حدا بيعرف يرسم ملعب بدون ما يطلع مفتوح؟ في دكتور أنا بعرف أرسم، شيء بدي ترسم الملعب؟ يلا قول لي. لو انت أستاذ رحت على الأرقام مدرسه، هذا السؤال معناه رحت على مدرسه، المدرسه فيش فيها ملعب كره طائرة، كيف انت بدك ترسم ملعب كره طائرة ما يطلعش عوج؟ بدك تكون مكان فارغ فيه وسع، ترسم حدود وتكون عارف فيه حدود، وتسوي الملعب في هذه الحدود، المنطقة الفارغة اللي ما تشكل عائق على الطلاب واللي بدهم يلعبوا. ما هي المشكلة يا قصاي، مش هون، عارف وين المشكلة؟ دكتور احكي انا المشكلة يا قصاي، بس أقول له المشكلة أنت بعد بتحكي. تمام المشكلة يا قصاي إن الملعب بده يطلع بزوايا صح. هون المشكلة، إذا أنت مش سهل رسم الملعب. إذا بتعرفش ترسم، تقدرش تتهبل في المدرسة اللي أنت فيها. دكتور، يعني انت يعني باعتبار انه مساحة المدرسة صغيرة، تمام، فانت بدك تدور على منطقة، هاي المنطقة تقدر يعني قد ما تقدر تسوي فيها هذا الملعب. يعني لو كان الملعب صغير شوي، بس انك لانك انت هاي المدرسة مش راح تسوي فيها ملعب دولي واي شيء، انت هدفك انك انت تكون تتعلم للتعليم. اما القياسات الاساسية هذول ممكن تعطيهم اياها نظر يا دكتور. طيب انا بقول دكتورة لك على ورقة، أول شيء برتسم على ورقة، بعدها بتحددين الزوايا. طب كيف بدك تحدد الزوايا؟ خليك معي يا ناسي، كيف بدك تحدد الزوايا؟ حسب الرسم الخطط لملاعب كرة الطائرة المعتمدة. لا ما هو كيف بدك تحدد الزوايا؟ احنا عارفين لو لازم اعطيتك أكون عارف القياس. بدك تمسح يا دكتور. ما هو دكتور انت ما شت... ما... سؤال 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 انت ما خشبتين على الجناب اشتغلتوش في الطابور. بحرس نقاط. شيف المعلم البنا بيطلع الدار بزوايا صح، بيطلعهاش منيح. بخشبتين دكتور، بخشبتين بحطهم على الجنب عمي برسم نانسي، الخط نانسي نص. اكيد انت بتعرفي يا نانسي، في عندنا شيء اسمه نظرية فيثاغورس، تعرفوها؟ عن نظرية فيثاغورس تأخذ من هان نقطة، تيجي على منطقة نقطة، وبتعمل لها خيط لهان لمسافة معينة، وهان لخيط لمسافة معينة. هذه بس يعني مش مطلوب. عوفنا وبعدين بتاخذ طول اللي هو الوتر. احنا الوتر. بنعرف ان الوتر هون هو مربع اثنين لهان، صح ولا لا؟ صحيح. فهنا لما تاخذ الوتر هون بتصير تظبط في الزوايا تتصير 90. هذه فهموها وارجع لنظريه فيثاغورس وفهموا كيف الزوايا بتتعامل. مش مهم انك انا نسيت حبل أو بنسترة أو بإشي في مثلا حبل، مسترة في 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 حبال، في حبال احنا بنرسم، مش في حبال، في خطاب بنحط مسمار وبنثبته خيط بنا. وبنربط الزاويه عشان زوايا صح. يا جماعه الملعب، انا خطر رحت اسوي ملعب لمدرسه، لقيت الاستاذ مسويه مثل اللي كايل هي طبعا. فديروا بالكم يعني ان تكون الزوايا مهمه مهمه. الملعب مش مهم تعرف طوله وعرضه، المهم تطلع الزوايا قائمه. فاللي بيعرف نظريه فيثاغورس بيقدر يسويها، يسوي ملعب. فتسويش ملعب، هي نصيحة، تسويش ملعب، تسوي حركة بتعرف بدون زوايا صح، الزوايا مهمة. طيب نكمل موضوعنا. الخطوط الحدودية طبعا لازم تكون باللون الأبيض، مناطق اللعب. خلينا أرد أكيد لك مع مناطق اللعب قبل ما نطلع.
بسرعة بس عشان تعرفوهم. في عندنا في الملعب هذه المنطقة بنسميها شو؟ المنطقة الحرة. هذه المنطقة منطقة الهجوم. هذه المنطقة اللي في الخلف شو بنسميها؟ احكوا. منطقة الدفاع. منطقة الدفاع. طيب هذه المنطقة من هلا شو اسمها؟ منطقة الحكام، الحكام. منطقة التبديل. منطقة التبديل. اخذناها في طورة واحد على فكرة. طيب هذه المنطقة شو اسمها؟ هذه الزرقاء اللي في الزاوية. حكم الراية. منطقة الحكام الإحماء. هنا دكتور. شو هي؟ لا يا دكتور، هاي المنطقة يا دكتور منطقة الإحماء. هي منطقة ثلاثة الإحماء. ثلاث. أثناء المباراة، أثناء المباراة اللاعبين بيقعدوا فيها، اليوم بطلوا يحطوها، صاروا يحطوا الإحماء وين؟ ورا مقعد الاحتياط، ورا مقعد البدلاء. هذا المنطقة شو هو؟ منطقة البدلاء. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، منطقة البدلاء بتكون داخل المنطقة الحرة ولا خارج المنطقة الحرة؟ خارج المنطقة الحرة، لأن المنطقة خارج الحرة بتكون لا ضمن يجوز الملعب. أن يكون داخل منطقة اللعب غير المدرب واللاعبين والحكام بس، فيش إشي لا كرسي ولا الشيخ ولا حدا ثاني. طب دكتور ليش المدرب لازم يكون معاهم؟ شو بيأثر المدرب وهو قاعد جوا؟ وين؟ معلش سؤال رأيك هيك يعني بعدين. المدرب يبقى في المدرج؟ لا يعني انا قصدي انا ما فهمتش انا بير خلص خد وسطت وسطت احكي احكي خلص احكي بكون بكون تشجيع اسمعني. للاعبين وعشان يكون شايف كيف رسم الخطط للعب كيف المدرب يسوي التكتيكات والتشكيلات. اللي بقود المباراة من هيك عيب ولا هيك، هو اللي بيطلب التبديلات، هو اللي بيطلب التايم اوت، هو اللي مسموح له يظل في هذه المنطقة ويعطي توجيهات للفريق طول المباراة. يعني المدربين له مهم، يعني عارف ايش بشوفه مهم أنا. طيب خلينا نكمل. في عندنا الشبكة، في عندنا الشبكة والقواعد، شبكة كرة الطائرة والقواعد. هنا في عندنا عمود، هذا العمود ارتفاعه 2 متر و43، 2 متر و43. لا آسف، هذا العمود هو اللي بيمسك الشبك. العمود هذا بنعلق عليه الشبكة. الشبكة احنا كنا ارتفاعها للرجال مختلف عن السيدات، إذا صحيح. متذكرين واحد قلنا ارتفاع الشبك للرجال 2 متر و43 وللسيدات 2 وثلاثة 2 وعشرين 24. 24. 24. هذول شو اسمه، هذا الشبك تثبت بشكل متساوي من المنطقتين، مهم مستقيم ايوه. تثبت بشكل صحيح. بنقيسها من وين؟ انا كحكم رحت على بطوله بدي اتاكد من مباراه، هذه الشبك دوليه، منين بقيسها؟ من المنتصف، من منطقه المنتصف. هل كانت في القانون الدولي بحط لك شوي، بقول لك من هون شوي 2 سم، من هون شوي 2 سم بتكون اعلى، لكن احنا بنقيسها كاعتمادنا من منتصف الشبك. الشبكه في القانون، لاحظوا انتم مش لما تصيروا اساتذه وتشتروا ادوات، هذه الشبكه لازم تكون عرضها متر واحد، متر واحد. طول هذه الشبكه من هون لهون 9.5 متر ل 10 متر، فيها عيون سوداء 10 سنتيمتر. طب انا السؤال اللي بسالك، قديش مربع فيه في الشبكه؟ سود هذول قديش؟ ألف بالعرض، بالعرض قديش؟ ألف جايز 10 10 300 بالعرض 10، بالعرض 10 10. احنا حكيت انت ما معك متر، رح تشتري شبكه متر. 900 لا لا يا عمي، بالعرض، بالعرض واحد اثنتين ثلاثة بالعرض أربعة 10 10 عشر. مربعات هل كانت في شبكات 300 دكتور. في شبكات موجودات في السوق، موجودات في السوق بيكون 9. تحاوليش حدا يضحك عليك، خذهم دائما، مش لما تصير مدرب وإيش وتصير تشتري خذهم يكون ايش 10 مش 9. الشبكة هذه بمواصفاتها فوق في عندنا شريط، فوق وفي عندنا شريط تحت، في عندنا شريط على الجانب. لاحظوا شريط من فوق وشريط على الجانب وشريط من تحت. طبعا الشريط على الجانب بيكون على فوق الملعب، على فوق الخط مباشره، والخليل نفس الشيء هذا موجود. والها حبال، هذه الحبال في حبل بتثبت من هذه الجهه وهذه الجهه، وفي لها حبلين صغار من هون، هذول بنحطين بنرتبطن بكل الخفاف وبرتبطن من هذه الجهه عشان الشبكه ما تتحركش شمال يمين، وفي لها حبل من تحت ايضا بتثبت عشان تظل عموديه الشبكه في المكان. ايضا في عندنا العصا الهوائيه، بحرها هنا لاحظوا في الملعب شايفين هذه العصا الهوائيه.
هذه العصر الهوائية واحدة بتنحط من جهة هذا الفريق وواحدة بتنحط من جهة هذا الفريق، طيب ليش بنحطهم عكس بعض؟ العصتين هذول العصر الهوائية ليش بنحطهم عكس بعض؟ يعني أنا واحدة مصر من دكتور. جهة الشمال وواحدة من جهة اليمين، ليش؟ تعرفوا ليش؟ أنا ما فهمتش. أنا دكتور. هذول العصتين في عنا عصا هوائية شايفينها، هي في عصا عرض وفي عصا على الجهة الثانية. ليش بنحط واحدة من جهة هذا الفريق وواحدة من جهة هذا الفريق؟ بتوقع عشان إذا دخلت الإيد لقدام لجهة الفريق الثانية. هي بتنحط عشان التوازن، عشان التوازن، لأن إذا حطيتها بثنتين من نفس الجهة بصير الكرة اللي تيجي تنزل على جهة الخصم بسهولة، لكن أنت لما تحطها من الجهتين فبتعمل على توازن. هذه ما العصا تخبطش فيها من الهوائية الطابة، ايش حبيبي؟ تخبطش فيها من الطابة إذا شيء. اذا خبطت فيها اوت، ليش حاطينها احنا؟ هذا العنصر الهوائيه هي اللي بتحدد مساحه الملعب في الجو الحر، المجال الحر. يعني في الهواء هذه المنطقه اي كره امتدادها لفوق، اي كره بتلمسها او بتيجي من فوق شو بتحسب؟ اوت. نفس الشيء، طب كره جت من خلفها شو تحسب؟ اوت. هذه العصا يفضل انها تتلون باللون الاحمر والابيض، يفضل، مش لازم. شو يعني يفضل بالقانون؟ بالقانون يفضل معناها انه ممكن تكون احمر وابيض، وممكن تكون اسود وابيض، ممكن تكون اسود واصفر، وممكن تكون باي لون ثاني. ماشي؟ مثل ما انه كان تبين يعني. المجال الحر اللي فوق الملعب بيمتد من فوق الشبك عن امتداد اللي هن العصر الهوائيه من هون ومن هون لعند اخر اقرب سطح للملعب، هذا بنسميه المجال الحر. طيب القوائم اللي عندنا هون، لما انت تلعب تسوي ملعب جديد لازم تكون بعيده عن الخط من نص لمتر، في القانون الدولي بحطوا متر، محليا بنحط مرات نص متر حسب المساحات الموجوده. ارتفاع القائم، طبعا القوائم مش راح تلاقوها عندنا بنفس الارتفاعات، ارتفاع القائم مترين و55 طبعا قابل للتعديل دائما، يعني بمعنى اني بقدر ارفعها وبقدر انزلها. انا بتعرفوا يعني اذا بدي العب ناشئين، اذا بدي العب شباب، اذا بدي العب شيء كذا اقدر استفيد منها. القوائم مهم جدا ما تكونش مؤذيه للناس، عشان هي بحرف المطار الدوليه شو بتسوي فيهم؟ بلفوهم في ماده بنسميها ماده مثل شو بسموه، في اسفنجيه، ماده اسفنجيه، من شان لو لاعب ارتطم فيها ما يصيرش في اي اشكاله. درجه الحراره اللي بتلعب فيها كره الطاره ما تقلش عن 10 درجات مئوية وما تزيدش عن 16 عن في المباريات الدولية ما تقلش عن 16 ل 25 درجة مئوية. طبعا برضه في الحمل الشديد ما بدناش نلعب، وفي البرد ما بنقدر نلعب. الإضاءة طبعا من 1000 ل 1500 لوكس، توكاس طبعا من أعلى متر. طبعا هذه الأمور طبعا دولية، نحن بنحكي محليا ما حدا بيستخدمها، حتى أحيانا تكون الإضاءة سيئة جدا ما حدا بيسويها. الآن الكرات، أنا بدي أسأل سؤال، أي كرة من الموجودات قدامنا هي الكرة المعتمدة دوليا؟ الصفرة والزرع. ما هو دكتور الصفرة والزرع إذا مش جاي. يعني واحدة ولا أربعة نقت اثنين مثلا، في يعني بس واحدة منهم الصح. دكتور خليني الثاني أسأل سؤال، عشمال يعني القانون، العشمال أنت الثاني حكم، أنت حكم أو أنت مدرب في مدرسة، جاب طالب بالصيني هذا. قال لك شريت هذه الطابة، هل هي اللون تبعها أني من هي المعتمد دوليا؟ الأولى اللي الأولى على عليها اليمين، بالصيني تشوفوا عشان أعطيك الثاني من منها. اليسار. خلينا نحكي، جميع الكرات صحيحة، ما فيش في القانون بحدد لون، إما بقول لك إما من لون واحد أو تشكيلة من الألوان، لون واحد أو تشكيلة من الألوان، واضح؟ بس إحنا عشان صار السوق بطل يجيبوا غير طابات ملونة اصفر وازرق، صارت الناس ايش تعتقد ان الكره الدوليه او المعتمده هي الاصفر والازرق، بس في القانون لا. الكرات اول شيء من جلد بلد، طبعا هذا الجلد لازم يكون ايش، وطبعا لازم تكون مستديره، ما يكونش مؤذي، ما يكونش مؤذي، مهم جدا انها تكون النوعيه اللي هي حتى المواصفات الدوليه للكرات، لو يتوفر بين ايدينا المواصفات الدوليه راح تشوف قديش الكره الدوليه ناعمه جدا في اللي هاي. اقرأوا القانون، من لون واحد او تشكيله من الالوان. شو يعني حمراء ممكن، بيضة ممكن، بيضة وحمراء ممكن، خضراء وصفراء ممكن، تشكيله من الالوان. يعني ما في القانون بحدد لك لون معين، لكن حسب الشركه اللي بتصنع
شو الشركة تصنع مثلا، مولتون تصنع بطريقة معينة، تصنع بطريقة معينة، المكاسة تصنع بطريقة معينة، فإحنا يعني نأخذ حسب لها. المهم أنها تكون مواصفاتها صحيحة، مش مهم اللون تبعها. هذه للمعلومة بس. محيط الكرة 65 ل 67 سنتيمتر، وزنها 280 ل 260، ضغط الهواء فيها من 325 ل 30 كيلو غرام. هذه للمعلومة بس، يعني ما في حد بيحفظ أرقام أصلا. في مسابقات الاتحاد الدولي، يعني أنت لما تروح على مباراة الاتحاد الدولي لازم جميع الكرات اللي تستخدم جميعها شو تكون؟ من نفس المواصفات. بمعنى لو إجا الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة اليوم في مباراة بين فريق نادي دير دبوان ونادي بيتين او سلواد، قال لك بدي العب في هذه الكره، ممنوع تجيب لي ثلاث هذول اربع كرات. لا، ما بزبط. الكرات اللي بتلتعب في المباراه لازم جميعها تكون من نفس المواصفات ونفس اللون ونفس التشكيله ونفس الوزن نفس. عشان هيك الحكام الدوليين شو بده معهم؟ بده معهم ساعه، ساعه بتقيس ضغط ووزن الطابه قبل ما يدخل في المباراه. واضحه الفكره؟ واضحه الكرات شو مواصفاتها؟ وفي عندنا نظام في الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، في عندنا نظام الخمس كرات. شو يعني خمس كرات؟ الحكم قبل ما يبلش المباراة في عنده شو بسموه هذا، حامل كرات، بحط عليه خمس كرات، ممنوع حدا يصيب هذول. مش والله أنس مفلسف روحي كلها بدي أروح أتمرن فيها، ممنوع. خلص هو بيختار خمس كرات بتكون بكيسها في جهاز الضغط اللي معه والوزن بتكون تبعها مواثقة والشكل لنفس تبعها، السيستم يعني. نفس السيستم، ما فيش واحدة بتختلف عن الثانية. بحطهم على شكة، هذول الخمس كرات شو مالهم؟ بكرن للمباراة. طبعا الاتحاد المحلي او الدولي بحضر قبل المباراة لكل مباراة ست اشخاص ملتقطي الكرات. هذول الستة بكونوا حوالين الملعب في كل زاوية، حوالين الملعب في كل زاوية، واحد في الزاوية اليمين، واحد في الزاوية الشمال، واحد ورا الحكم الاول، واحد ورا الحكم الثاني، واحد في الزاوية الثانية والزاوية الثانية. قديش هذول متقدمين الكرات، توزع الكرات عليهم، بصيروا هم يأمنوا الكرات لمين؟ للاعبين اثناء المباراه. في حد عنده سؤال على الكرات؟ لا جاهز يا كبير، جاهز. سؤال واحد دكتور بس، شو سؤالك؟ تفضل. لازم نعرف انه قديش محيطها ووزنها وهيك وضغط الهواء لا لا فيها، لا، انا قلتها للمعلومه، مش قلت بس للمعلومه. معلومات. الارقام، الارقام يعني انا ممكن بعض الارقام تظل موجوده معك، مثل ايش؟ مثل ارتفاع الشبك للشباب وللبنات. هدول انا قصدي على الكرة هي نفسها، لا يعني لا لا قديش. لا، ما حد، انا مش حافظ، انا تمام مش حافظ. دكتور، دكتور انا بدي اسالك، يا حبيبي انا شو جيت اني كلمنا على افضل كره؟ اسال يا غالي. نفس ايه؟ الاشي تشلهم نفس الاشي. لا لا، هي الكره الصحيحه اللي بتكون مواصفاتها دوليه، مواصفاتها دوليه من ناحيه وزن، من ناحيه الجلد، من ناحيه ضغط الهواء، من ناحية المحيط تبعها بس. أما ما تقوليش لونها، لا ما فيش اسمه لونها. تمام. دكتور بكيت قايل محمود، لنا ان فريق الخصم ممنوع يعطي للفريق المرسل الطابة. آه طبعا ممنوع في المباريات الدولية انك ترمي الكرة للخصم، ممنوع. في البداية بتتنبه، بعدين شو بعطيك انا انذار الحكم. الكرة بترجعها لمين؟ للحكم، بترجعها، لحكم لا الطابات لا، مش شيء. بترجعها لملتقطي الكرات، بترجعها وراك. ممنوع انك انت، لان فيها مرات ليش بمنعوها؟ بتعرف ليش يا محمود؟ بجوز بيكون فيها نوع من الاستفزاز. ممكن انا زدت لها بطريقه استهتار، استفز الخصم او ارميها عليه رمي، انا اعطيت الكره. لا لا، ممنوع، ممنوع. يعني انت بمجرد ما هو ترميها، احنا في بلادنا لا، احنا بنوصلها للاعب، لان ما فيش عندنا غير كره بدها في المباراه، بس في المباريات الدوليه لا، على طول بزتها لبرا. دكتور احنا عندنا محمود، محليا في عندنا ملتقطي الكرات، ولا مش ضروري الاشي هذا عندنا؟ عندنا في بلادنا فيش ملتقطي كرات، لا ما بيستخدموهاش. المباريات الدورية موجود، يعني اللي بيطلع مباريات دورية بشوف انها في ملتقطين كرة موجودين، موجودين لازم يكونوا موجودين. بس عندنا في بلادنا هي الصالات مش قانونية، يعني في عندنا مشاكل شوي شوي بتحسن، تحسنت كرة الطائرة عن قبل، كثير تغيرت، كثير انها ما هو تحسنت. بحس انه ما بتبين على الساحة كثير برضه هي ما يعني. هي شوف شوف، ما هو انت يا قاسم يعني المهتمين في كرة الطائرة لا بيعرفوا ان في لها اهتمام كثير، تعتبر يعني من الالعاب الشعبيه اللي كثير، يعني تيجي بعد كره القدم بعتقد، لانها منتشره بشكل اوسع من الالعاب الثانيه. لكن فيها، في يعني شوي بدها خشوع، بدها يعني مش كما يجب، بدها شغل على الحكام، شغل على المدربين، شغل على اللاعبين، شغل على البنيه التحتيه، بتصير بس تحسنت عن قبل.
المشاركون، انا ما المشاركين يا جماعه، هم الناس المسموح لهم يدخلوا على الملعب. خلينا نتفق، المشاركين هم الناس المسموح لهم يدخلوا على الملعب، مش اي حدا مسموح له يدخل على الملعب. مش محمود يكون يقين يروح جايب رئيس بلديه ويقعد في الملعب، رئيس بلديه يحترمه في البلد مش عندي. ماشي يا محمود؟ تروح تجيب رئيس حاضر دكتور. ما بزبطش، تروح تحطه مع الفريق يعني. يعني في ممارسات احنا بنمارسها هي غير قانونيه، لان ليش؟ حكيت انا اذا بدي ادخل حدا على ملعب، على الملعب هون، هذا ممكن يسوي لي مشكله، ممكن يتدخل في اللعب. طب انا اللاعب يعني كحكم بعطيه انذار، المدرب بعطيه انذار بطره تحت. طب واحد جاي من اهل البلد، رئيس بلديه ولا الشيخ ولا الامام المسجد ولا كذا، ممنوع يدخل في الملعب. هلقيت، خلينا نشوف انا ما المشاركون. المشاركون يا جماعه مثل ما اتفقنا هم اللي بيدخلوا الملعب، والناس يعني هم اللاعبين والناس اللي بترافقهم. خلينا نقول انو اللي بحق له يدخل الملعب وانت مسموح لنا ان طيب خلينا نجاوب هذا السؤال. انو المسموح له يدخل على الملعب؟ هم كنا الناس المشاركون. طيب احنا عندنا الفريق بتكون، الله الله، الفريق بتكون من قديش؟ قديش لاعب؟ بدي اسمع. 6 لاعبين يا دكتور. 6 لاعبين الفريق جميع معنا 12 6 12. طيب اسمعوا شوي علي. الفريق حسب ما بيحكي لنا محمد عبد الله كان زمان 12، اليوم مسموح لك تسجل 14 لاعب. ليش؟ لانهم ضافوا 2 ليبرو. 2 ليبرو. ايوه صار عندنا 14 لاعب، واضحه الفكره؟ طيب انو، طب انو مرافق الفريق؟ هاي اول ناس 14 واحد او 12 لاعب. مدرب ومساعد مدرب وفريق مدرب المساعد قديش في عندنا مساعد؟ تنين. في عندنا مسموح لنا مساعد اول، مساعد ثاني، شو معنى اخرى؟ شو اخرى بندخل معنا؟ المعالج دكتور. المعالج. معالج ممتاز. غيره؟ المعد البدني تعرف الاسماء. الممرن اللي هو المعد البدني عليها وبس، ستر الموضوع. بعدها ممنوع حدا ينزل، فيش اداري الا اذا انت بدك تدخل حدا بصفه مثلا ممرن او مساعد مدرب، هو اداري مسموح له. ما انت مسميه اداري شو اسوي لك يعني؟ رئيس الفريق في المباراه احد اللاعبين، طبعا هذا القانون قديم غير اللاعب الحر، اليوم مسموح للاعب الحر يكون رئيس فريق. هذا اللي كنت مسويها قبل ما يتعدل القانون. سامعيني؟ لان اعطاني اشاره من الناس تغير. رئيس فريق يعني قصدك مالك ولا مدرب؟ لا بدير الفريق من جوا. شوي 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 شوي، هذه مهمة. أنا اللي سأل، انا قاسم شو سألت؟ بحكي رئيس الفريق انه شو مدرب يعني ولا انه رئيس لا الفريق الكابتن. الكابتن الكابتن. كابتن، كابتن الفريق بنسميه رئيس الفريق. رئيس الفريق مسموح ان نحط رئيس الفريق اي لاعب من الفريق. زمان كان ممنوع اللاعب الحر يكون رئيس فريق، اليوم لا، مسموح، سمحوا له انه رئيس الفريق يكون هو اللاعب الحر. ماشي؟ يعني هذه بتعدلوها انتم، ما حدا ياخذها علينا. 12 لاعب، هذه قديما صاروا 14 لاعب، مدرب، مساعدين 2، ومعالج وطبيب او ممرن بسموه. ماشي؟ اين يجلس بس الفريق؟ دكتور، بس متأكد انه في 14 لاعب؟ ما انا قلت لك هذه قديمه، انا مسويها على القانون القديم. هلقيت القانون الجديد صار يسمح ب 14 لاعب. ماشي؟ عشان انا راح اعدلها برضه، قبل ما اوديك اياها بعد بس. الفريق مسموح له يقعد على مقعد بدلاء، هاي مقعد بدلاء شايفينها هون، ومسموح له يقعد في منطقة الإحماء. الإحماء. أيوه ماشي؟ يعني الفريق بيقعد هون أو هون، وبتحرش في هذه المنطقة. ممنوع يجي يقعد هون، ممنوع يقعد لف حوالين الملعب. على طول بتعطيه انذارات، انذار بعدها بنطارد، باخذ تنبيه، انذار بعدها طرد اذا ما بتلزمش. ماشي؟ المدرب هو الوحيد المسموح له يوقف في هذه المنطقه. لاحظوا وين؟ في هذه المنطقه بتحرج من، ممنوع يزل لهذه المنطقه، شايفينها؟ في القانون ممنوع. لما اقول لك ممنوع معناها انك تتجاوز في ايش؟ في عقوبات. الحكم المدرب مسموح له يتحرك من هان لهان. طبعا انا نسيت احكي لك ان هذا التقطع اللي هان طوله متر 75، نسيت احكي لك اياها. وهنا في عندي خط صغير 15 سم، وهنا 15 سم، وهنا 15 سم، وهنا 15 سم، نسيت احكي لك. هذول بحددني منطقه الارسال، وهذا بتحدد منطقه التبديل. وكان في سابقا
اللي بكي يتابع طائرة قبل سنة سنتين، بكي في خط يرسم متقطع لها، شالوها بكي مسموه للحكم المدرب، سموه خط تقييد المدرب، بحيث ان المدرب ممنوع يدخل في هذا المنطقة، ممنوع يظل قاعد في المنطقة خارج. اليوم لا، مسموح للمدرب يتحرك من هلا لمنطقة الإعلام، بس ممنوع يلف لفها، بتحرك في هالمنطقة. طب هو الحكم بيكون، الحكم المدرب بيكون من جهة أي حكم؟ يلا شوف، من ايش جهة، هو دكتور؟ من جهة أي حكم بيكون المدرب؟ جهة طريقة دكتور، تيه؟ من جهة الفريق تبعه وين بيلعب. ماشي، هذول جميعهم الفريق والمدرب بيكونوا من جهة الحكم الأول ولا الثاني؟ الثاني، الثاني. ممتاز. الثاني والأول، لا الثاني مش الأول، والله ممنوع، ممنوع ياخذ عند الأول. جميع طلبات المدرب من الحكم الثاني، ممنوع ماشي، يطلب من الحكم الأول وجه لوجه. ممنوع، ما ليش علاقة بالحكم الأول أصلا، ممنوع، ممنوع، لا يناقش في القرار ولا يكون حكم مش عارف إيش. أي حكي مع الحكم في القرار، الوحيد المسموح له يحكي مع الحكم من هو؟ الحكم الكابتن، الثاني، بس الكابتن، بس الكابتن. كابتن الفريق. مدرب ممنوع يحكي مع الحكم، مدرب ممنوع يحكي مع الحكم. تحضروش مباريات في الضفه، بتشوف الجميع بيحكي مع الحكم. هو في القانون المدرب ما بيحكي مع الحكم، ما بيطلع له يناقش الحكم. اللاعبين المسجلين عندنا بحكي لهم الاحماء في هذه المنطقه اثناء المباراه، ماشي، ديروا بالكم. خلينا نحكي، طيب في التايم اوت، طلبنا تايم اوت، احنا قديش بسمح لنا تايم اوت في المباراه في الشوط؟ مرتين. اثنين تايم اوت في كل شوط لكل فريق، ماشي. اثناء التايم اوت بحق للاعبين يحموا في هذه المنطقه، في هذه المنطقه اللي خارج الملعب بدون كره. بين الشوطين، بين الشوط الاول والثاني، بحق لهم يحموا في هذه بدون المنطقه الملعب، في الكرات، لا لا خارج الملعب، في هذه المنطقه، حتى بين الأشواط ممنوع يدخلوا على الملعب دكتور. لا لا ممنوع يدخل الملعب، ممنوع، بيسوي مشاكل، بصير مشاكل. هذا مو بتسوي اشكاليات، انه بصير هذول دخلوا على الملعب وهذول دخلوا على الملعب، ويصير والمباراه ممكن يكون فيها استفزاز. لا خليهم ابعاد. اذا الاحماء خارج الملعب بين الشوطين، لكن اللي بيفرق انه بين الشوطين مسموح لك تستخدم الكرات اثناء الاحماء. طبعا قبل المباراه، قبل المباراه في فتره احماء للفريقين بسموها نظام 16 دقيقه. الحكم بيشرف على احماء الفريقين على الشبكه، من هجوم كذا كذا كذا، بعد ما يسوي الكرة بطلب من اللاعبين يهاجموا على الشمال. هاي مسموح فيها يدخل كل اللاعبين مش بس الستة اللي بيلعبوا، صح؟ هذه الإحماء جميع، لا جميع بسخ، جميع أثناء المباراة داخل منطقة الإحماء، هاي أخرى مرة، أثناء الوقت المستقطع في المنطقة الحرة خلف الملعب، بين الأشواط الإحماء بالكرات في المنطقة الحرة الخاصة به خارج الملعب. واضحة؟ واضحة؟ واضح الإحماء خلاص. مقسم. طيب في عندنا ادوات اللي احنا بنلعب فيها، الادوات منور المسموحه، دكتور. الله يسعدك. الالوان جميعها للفريق لازم تكون بنفس المواصفات. احنا جميعنا لابسين احمر، جميعنا لابسين احمر، فيش إلا واحد الليبر، منهم سا. إلا الليبر صح؟ الا الليبرو، إلا الليبر. هذاك الليبرو له قانون خاص. بس ما يجي واحد احمد عطا مسوي حاله كابتن يلبس شباح ويقول عشان الناس تبرز، لا لا لا، مسموح، ممنوع. جميع لابس نفس الالوان ونفس المواصفات. الحذاء بدون كعب ما يكونش مؤذي للارض، مؤذي للاعب، لازم يكون ايش، مواصفات. هذا اللباس المختلف غير اللاعب الحر ممنوع. الكابتن الفريق، كابتن الفريق، كيف بدي اعرف كابتن الفريق؟ بنحط على صدره اشاره 2 سنتيمتر عرض 8 سنتيمتر طول، لاحظوا تحت ايش؟ تحت الرقم اللي على الصدر، هذا الرقم اللي على الصدر تحت شو فيه اشاره؟ اشاره الكابتن. هذا بنعرف ان الكابتن، يعني الحكم لما بكينا نساوي صافر مش بدها تشيل، لما بكينا كل شيء ساوي كرة اعطي اشارة صفر واعطي عشان اشارة. هيك بالعرض، ايوه، انه ايوه الكابتن الكابتن، يعني. هذه الاشارة ليش بنحطها؟ اه لانه يعني مش زي كابتن الفوتبول بيكون على ايده وحاطط في لا لا، في كرة الطائرة الكابتن هيو، هيو اشارة تحت الصدر، بتكون اليوم الرقم تغير مواصفاته. زمان الرقم نحطه صغير على الصدر، اليوم صار الرقم 15 سم، زمان صغير لان صارت تسوي اشكاليه للحكم اللي هذا انه يشوف، لا جبروه مشان ايش، مشان الحكم يشوف الارقام، بالذات الحكم المسجل يعني. طيب توضع شحطه تحت هذا الكابتن، الارقام ترقم من 1 ل 20، ممنوع 22، ممنوع 21، ممنوع 25، من 1 ل 20 من الامام والخلف. طب الشرط بنحط عليه رقم،
المفروض صح. بدك تحط حط بس مش قانون. اه اما في القانون على التيشيرت على الصدر على الظهر. زمان بكانوا يخلوا يحط اقرهانة الرقم، بكانوا يخلوا الرقم على الكتف هذا بس الغوصة، بس على الصدر على الظهر بدك تحط على الشورت. طب ليش احنا بنحط على الصدر على الظهر الرقم؟ عشان الحكم يشوف معلق منيح. بشوف اخرى، والحكم منشان اي طرف بده يشوف الرقم يشوفه، بالاخص الحكم المسجل. لما يروح اللاعب على الارسال بده يعرف انه رقمه، هو لانه هو بسجل بتابع انه المرسل رقمه كذا كذا كذا. ماشي واضحه؟ الرقم مثل ما كنا على الصدر، على الصدر 15 سم، ها طوله 15 سم صار هذا القانون. بك زمان نحطها هالقد صغير، صار اليوم 15 سم. على الظهر 20 سم، وعرضه 2 سم، عرض الخط 2 سم. اذا الترقيب من 1 ل 20، طوله على الصدر من 1 15 سنتي 15 سم، على الظهر 20 سم، متر. الارقام من 1 ل 20 سم وعرض 2 سم. هذه مواصفات شو؟ مواصفات دوليه. يعني انت اذا بدك تروح تلعب بطوله دوليه، اذا هذه المواصفات مش موجوده ما بتنزلش تلعب. يعني مره صارت مع فريق معين اللون كان مختلف، خسروا المباراه. هذا قانون. القانون معنى اذا انت خالفت القانون معناها انت راح تخسر. هذا معنى القانون، بحكم الجميع، بحكم الجميع. علشان هيك في البطولات الدوليه لازم تسلم، او حتى في البطولات المحليه، بس احنا بنتجاوز شوي في الاتحاد الفلسطيني، لازم تسلم لونين لونين، وتسلم كرر مشابه للكرر اللي بدك تلعب فيه، عشان نعرف هل هو مطابق للمواصفات ولا لا. في البطولات الدوليه في لجنه بتكون مخصصه في هذه المواصفات، بتيجي بتفحص اللباس تبعك هل هو مواصفات قانونيه اللي التركيب عليه بشكل قانوني، ولونين لازم تشارك فيهم في البطوله، لونين مختلفين، لان لازم الفريقين لما يلعبوا تكون الوانهم مختلفه. ما واحد بيجي بيقول طب هذا مش كره قدم ولا كره سله، في احتكاك. طب هو معروف هذا فريق، هذا منيح للتصوير، لان برضه دعايه اللعبه والترويج للعبه مهم جدا، مهم جدا. لان اللعبه لما تكون لونين الفريقين لابسين نفس اللون ما بتطلعش في التصوير حلو. ممكن الحكم يسمح ببعض الاشياء، مثل ايش؟ اللاعب حافي مسموح تلبس اكسسوارات بس بموافقة الحكم بدك تلعب حافي. بموافقة الحكم. يعني انا اذا بدي العب حافي بصيرش ارمي هالبوط، وكل ما يبدا العب حافي لا يا حبيبي، بتروح تكون الحكم، طب الحكم يسمح. والحكام بيقبلوا دكتور؟ هل كيف ترجع للحكم؟ واذا لابس يعني سكوره اذا هو بده وتنزل. يلعبك او لا يعني، بس اذا شاف بياثر عليك الارض ممكن تاثر عليك، كلك لا ممنوع ممنوع. ماشي. تبديل ملابس، يعني مثلا انا البلوز تبعت المزعج كذا، مسموح لي بدلها بس نفس المواصفات الموجوده ونفس الرقم، مش تروح تلبس لي بلوزه صاحبك. اللعب بالبدل، يعني الدنيا بارده شوي، احنا بنلعب في منطقه مكشوفه، وقال بدنا نلبس بدل، مسموح. بس شو؟ جميع الفريق بيلبس بدل وجميعهم مرقمين. جميع الفريق بيلبس بدل وجميعهم مرقمين. واضح؟ في حد عنده سؤال على الاحتمال في ادوات اللاعبين؟ دكتور بكيت قال لنا اذا في لاعب لابس سواره او شيء بموافقه الحكم اخرى. هل كنت تفهم الاشياء الممنوعه؟ الادوات اللي بتسبب اصابه او تعطي ميزه صناعيه، يعني واحد لبس لي بوت بيعطيك مشكله، بيعطيك طريقه في القفز، لا ممنوع. يعني ممكن في بوت تعطي اللاعب افضليه في القفز، تسوي له لازم بركات، ممنوع. الادوات الممنوعه مثلا خاتم، هذا الخاتم شايفينه ممنوع تلعب فيه، لان احيانا بيكون مؤذي. يعني انا اذكر حضرت مباراه في كره القدم للاعب اسمه جورج ويا، بعرفش تعرفه ولا لا، كان افضل لاعب في العالم من الأمريكي افريقيا، مش عارف بالضبط من اي دوله. أفريقيا هذا دكتور. اللاعب مباراه كان يلعب مع اي سي ميلان او انتر ميلان لا اذكر، فلما جاب جول ونزل على الارض كان لاعب خبط على ايده والخاتم في ايده، فهذا الخاتم دخل في ايده فاضطر يطلع مصاب وإشي بسبب هذا. فهذول ممنوعات يا جماعه. الكذا بيقدرش، طب اللاعب بيقدرش يطلع، مثلا في خواتم تطلعش من اليد، شو تساوي؟ بدك تلفها في تب. ماشي، بدك تلفها في تب. الاساور السنسال ممنوع. طب ما بتكون تكوني في مباريات في البطولات الدوليه بلاك لاعبين لابسين سنسال، الحكم سمح له، بس انت بحق لك كل اشرح. حتى البلوزه لما تدخل لازم تكون جوا الشورت، ممنوع تكون خارج الشورت. النظارات دكتور ولا طب ما هو انا اذا بدي في المباراة اشلح الاكسسوارات والساعة وتضيع لي اياهم بتوفيش معي، عم اخسر. خلاص يا عم، كنا شو الساعة بتجيب لي الله يسامحك.
شو مشكلة دكتور؟ النظارة والعدسات اه مسموح تلعب فيهم بس على مسؤوليتك الشخصية، لاعب بشوفش مثل حالاتي يعني، وبدي العب في النظارة العب مش مشكلة بس على مسؤوليتك الشخصية، يعني مسؤولية يعني مو اللاعب بالطابع صباح يا دكتور. شو يساوي يعني، مسؤوليتي بشوفش يعني يا زلمة شو يساوي يا زلمة، واحد بشوفش تعيرنيش بشوفش بلزموش. بلزمش خلاص بلعبش متأسف. طيب المدرب رئيس الفريق مسؤولية انت كنت محسوبة تحط لاعبين النظارات في المباراة. دكتور؟ ليش حبيبي؟ كنت تحط النظارات انت؟ في المباراة لا بكين ما انا حافظ اللعبة عن غير مش بلعبها بعيني. مش ضروري تشوف. والله المدرب رئيس الفريق يعني شوف لو صار في عندي إشكالية لأي لاعب وصار إشكالية بحكيش مع اللاعب نفسه بستدعي رئيس الفريق، بستدعي رئيس الفريق فهم المسؤولين عن المجموعة اللي كنا عنها من بيدخلوا جوا، المدرب ورئيس الفريق هم المسؤولين، يعني إذا في انذارات أنا باخذها بفضل المدرب. رئيس الفريق في عنا بدنا نميز بين شخصين، في عنا رئيس فريق ورئيس شو، شو بيختلفوا عن بعض؟ رئيس الفريق مسؤول عن كل الفريق دكتور، ورئيس الشو مسؤول عن دكتور الشو هلا ممكن ما بدل يكونش يلعب رئيس اللعب الفريق احنا موضوع. الشو. طيب انا بقول شو شو الفرق بينهم الان، يزن هو رئيس الفريق راح سوى الكره وما شاء الله عنا زنها في المباراه، يزن مش عارف يلعب فانا مدرب بدي اطلع مجرد اه ما انه بصير واحد تاني بداله ايوه شو بنسميه هذا اللي ظل في الملعب؟ رئيس الشو طب انا اللي بعينه رئيس الفريق المدرب المدرب مدرب او رئيس اثنين الفريق، يعني بس يطلع اللاعب على طول الحكم شو بيساوي؟ بصفر رئيس الفريق بكل انو اللاعب الرئيس الشوط اللي بعدك طب فهو بنحط عليه اشي ولا بس خلص بنحفظ حفظ؟ شيف شيف ما فهمتش هلا مش حكيت رئيس الفريق في بيكون تحت اسمه خط لا رئيس الفريق بس رئيس الشوط ما نحطش رئيس بنحطش الشوط مش ضروري نحط اشي يعني لا خلص بس بس ببلغ بنحفظ. الحكم انه طب حكم دكتور عندي رئيس سؤال، الشوط رقم 7 مثلا مش سؤال ضروري تسأل. ركز حاضر. قصير هلا صح في الرئيس تاع الفريق لما يتبدل بصير في رئيس الشوط، نعم هلا يكونوا حاطين من الرئيس اللي بعده ولا هو من بده بعطيه لا هم يعني؟ بيخلوا عارفين، يعني حكيت انت كابتن الفريق يعني مجرد ما طلعت انت بتأشر مثلا رقم 4 رئيس فريق خلاص هو بيكون في اه مش زي المكان هذا. الفوتبول بيكون في رئيس ثاني وثالث ورابع. لا هم بدهم متفقين يعني مش على خاطر يعني مش اصحاب يعني. يعني هي اه دائما رئيس الفريق بنحط على الاقدميه يعني على اه الاقدميه فهمت. يعني. او انه لاعب مميز. هذا في بعض المباريات بس الاغلب اغلب العالم يعني بكي بكاها هو كابتن الفريق وميسي موجود صح ولا لا؟ يعني في النهاية رئيس الفريق هو اللاعب الأقدم وليس اللاعب الأفضل، في بعض الفرق بحطوا الأفضل ما بحطوا يعني مارادونا لما استلم الأرجنتين وكان في لاعبين قدام أعطاها لميسي وجهة نظر، لكن بالعادة رئيس وما الفريق سواش يعطى بسوى الشر. طيب رئيس الفريق هذا يا جماعة إلى أدوار قبل المباراة أثناء المباراة وبعد المباراة، افهموني أنا رئيس فريق قبل المباراة إلي دور، أثناء المباراة إلي دور، بعد المباراة إلي دور. قبل المباراة شو بيساوي رئيس فريق؟ بنظم اللاعبين، بيلعب بيساوي القرعة، مش احنا هدينا عليه بيساوي صوت الكرة، قرعة مش بيساوي هو الكرة. مش هو اللي بيشارك في القرعة، وشو هو بيساوي؟ بوقع ورقة التسجيل. رئيس الفريق قبل المباراة بيمثل الفريق في القرعة وبوقع على ورقة التسجيل، بروح بنادي عليه الحكم بقول له يا كابتن إذا سمحت شو ليش بوقع؟ عارفين ليش؟ إن هذه الأسماء الموجودة أنتم اللي حطيتوها حقيقية، أنا اللي بتحمل مسؤوليتها، رئيس الفريق واللي بوقع واللي هو المدرب بوقع عليها مش الحكم. رئيس الفريق يتحمل المسؤولية. بكرهن ويقول له يا حكم انت ناسي اللاعب، هذا رئيس فريق والمدرب وقع على ورقه التسجيل ماشي. اذا قبل المباراه بمثل الفريق في القرعه بيختار ارسال استقبال جهه، وايضا بيعمل عمليه ايش؟ توقيع على استماره على ورقه التسجيل. طب في المباراه شوف في المباراه عد عادي هو رئيس الشوط وفي حال تواجده في الملعب اذا طلع شو بعين محله حدا ماشي هو او المدرب، اذا صار في خلل في نقطه معينه يعني اختلف مع نقطه كذا
هو اللي بيحك له يروح يحكي مع مين؟ مع مدرب، مع الحكم، مع الحكم الأول. مع الحكم الاول بحق له يروح: يا حكم اذا سمحت انا بدي استوضح عن النقطه هذه، انت حكمت علينا شبك، حكمت علينا خطا تبديل. يعني ما مثلا الحكم اجى حكم خطا ترتيب دوره، وقف يا حكم اذا سمحت، كله اذا سمحت بين لنا وين خطا ترتيب الدوره، انا حك لك في القانون بين لنا. بدخل الحكم الثاني في الملعب والحكم الاول بيكون اللاعب الفلاني محل فلاني في الخلف. إذا كان في خطأ من الحكم تعاد المباراة، تعاد النقطة. ماشي؟ ماشي يا جماعة؟ تمام. طيب. إذا طب أنا رحت على الحكم وقلت له: يا حكم أنا بدي توضح لي هذه النقطة، وناقشت أنا وياه ما عجبنيش قراره. شو بساوي؟ يحق للحكم في هذا، للمدرب، لرئيس الفريق في هذه الحالة يقول: يا حكم انا بعد المباراه بدي اكتب اعتراض على قراره. واضح شو بحكي؟ انا اللي بحكي لي سوا بحكي رئيس رئيس الفريق. الفريق اذا رئيس الفريق ما قالش هذه الكلمه ممنوع تكتب اعتراض على المباراه. هذه المباراة صحيح؟ ممنوع. لازم تقول له يعني قبل ما تكتب الاشي هون. لازم تقول له اثناء المباراه، تقول له: يا حكم، يا حكم انا بعترض على قرارك وراح اسجل هذا الاعتراض بعد المباراه. في خانه في جوه ورقه التسجيل اسمها خانه اللي هي الملاحظات او الاعتراضات، بتسجل فيها وهو بكتبها في ايده، الرئيس الفريق بكتبها في ايده بعد المباراه، ممنوع الحكم يمنع يكتب. دكتور، اه وهذه الورقه بتروح على الاتحاد يعني؟ المفروض الورقه مكونه من 3 نسخ. نسخة بتروح للفريق اليمين وللفريق الثاني تروح نسخة، ونسخة ثالثة بتظل في الاتحاد. طبعا إذا في اعتراضات ليش بنسلم الفريقين؟ إذا في خطأ في ورقة التسجيل بحكي لنا نحتاج عليها. فاهم علي؟ فال آكس عندنا برضه موجودة، احنا عندنا يمكن بتروح على الزبالة، الثلاثة بروح على الزبالة. احنا بنحكي القانون. هل كان دورنا احنا انه احنا اذا دخلنا في اتحادات صرنا حكام بدنا نغير القانون. يا جماعه اللي بيغير البني ادم اللي بيغير، انت صاحب التغيير. هل كانت الاخطاء الموجوده يختلف عن الناس اللي بتشتغل في الرياضه اللي وصلت الرياضه للمرحله ضمن الظروف اللي بنعيش فيها في فلسطين. طيب هل احنا قابلين هذا الدور؟ هل كانت اذا انا شايف الموضوع غلط ادخل غير، ادخل في المنظومه وغير. حاولنا، دخلنا في المنظومه، حاولنا غيرنا بعض الشغلات، بس ما بتقدر تغير شيء لان في امور بتكون فوق ارادتك. ماشي؟ طيب انا اللي بطلب تغيير الادوات، مثلا الكره يا حكم طريه مش نافعه، رئيس الفريق بطلب من الحكم تغيير الادوات. الشبكه يا حكم نزلت، الاضاءه سيئه، مسموح لرئيس الفريق انه طيب احنا فريقنا بنلف والله خربشنا الدنيا، ما احنا عارفين نلف في مركز واحد، نلف في مركز اثنين، نلف في مركز ثلاث. يا حكم اذا سمحت بدي اعرف فريقي شيء واقف صح ولا غلط. اه مسموح، ومسموح لي اني اطلب من الحكم شوفوا يتاكد من مراكز الخصم انها حقيقيه ولا لا، بس بقول ليش انها حقيقيه ولا لا، بقول لي ما فيش خطا، بس بقول ليش فلان في كذا في كذا في كذا. هو يا بقول لك يا صح يا في غلط، ولا حال المدرب دائما انطرد صح. اه بقول لك صحيح او لا غلط، لكن انت بدك تتاكد ان الترتيب عندهم طب صح هلا ولا غلط. انا شايف شو بصير مثلا اذا كانوا غلط الابادي؟ تنعاد النقطة، في تخسير نقاط. شو تنعاد النقطة؟ يعني إذا اذا انت خصم بتتبع، تخسر نقاط اذا انت متبع اكثر من إذا الحكم كيف برضه يعني؟ ممكن خلينا احكي يصير. فيها يا محمود يقين. يعني دكتور فريق بتقولنا إذا صار الخصم، في خطأ بنلغي كل النقاط لحدية ما هو الخطأ. مش بقول لك نلغي هالكيت، إذا الفريق الخصم تبين أن المرسل مثلا مش رافي، ورافي قاعد بيرسل ارسل 3 4 نقاط، وانا رحت قلت له: يا حكم بدي اتاكد من ترتيبه. ايه رافع الارسال على طول يتم الغاء جميع النقاط اللي جابها السيد رافي. ماشي؟ المدرب الكابتن الفريق يحق له اذا طرد المدرب انه يحل محل المدرب، او بيسمح لمين؟ لا مساعد مدرب انه يكون هو المدرب. يعني اجى الحكم طرد المدرب، يتكاتلوا وياه، انطرد الحكم، يحق لرئيس الفريق يطلب التبديلات والتغييرات والتايم اوت محل المدرب، وفي نفس الوقت يحق له ايش؟ انه يسمح لمساعد المدرب يصير هو المدرب. بعد المباراه بشكر الحكام، وقع استماره التسجيل
بوقع على استمارة التسجيل. هاي شوف ليش بوقع على استمارة التسجيل بعد المباراة؟ عشان يقول لهم يا جماعة توقيع المدرب الكابتن على استمارة التسجيل تدل على أن النتيجة حقيقية، خلاص يعني ما في لك شيء إذا وقعت خلاص. هل كانت ويحق لك أن تكتب الاعتراض إذا أشعرت المدرب الحكم أنك أنت بدك تعمل اعتراض، بحق لك. بس إذا ما شعرت شيء تقول لا والله بدك تكتب بعد المباراة، أنا فطنت أنت ضحكت علينا، بزبطش، ممنوع. واضح؟ طب دكتور، اذا تمام. بكين النتائج صحيحه، رئيس الفريق اذا بده يتفلسف وبدش يوقع، شو بصير فيه؟ خلص ما يوقعش. قلت الانذار. الملاحظة الحكم ان تم رفض رئيس الفريق يوقع على نتيجة المباراة. ليه يتفلسف؟ يتفلسف مش قصة يعني، في النهاية انت كحكم بتطبق قانون مش يعني جزار. وقعت ولا ما وقعت؟ النتيجة نتيجة يعني على لا ما الفاضي، انا القانون اني لازم انك اوقع عليه. توقع. اه هل كده اذا انت بدكش توقع زعلان روح حل عني ومش عارف ايش، روح تشد ورقتك مش عارف ايش، بكتب ملاحظه ان اترفض رئيس الفريق كذا كذا، في نقطه في منطقه في داخل ورقه التسجيل اسمها الملاحظه، حط فيها طب الملاحظه. وبتحاسب على هذا الاشي؟ شو بدك تحاسب؟ يعني اسمع انت كحكم مش جلاد يا جماعه، اخر اشي بدك توصل مش له شرط من كحكم الحكم، بجوز من الاتحاد مثلا يحرموه من مباراة او اشي. ممكن. هذه لجنه المسابقات، اكيد في عندنا لجنه في الاتحاد اسمها لجنه العقوبات. هذه اللجنه بتدرس اذا ارتفع اذا رفع تقرير الحكم انه ساوى اللاعب 1 2 3 حسب نظام العقوبات الموجود في الاتحاد. المفروض الاتحاد في نظام عقوبات، المفروض اكيد في شيء هو مشكلته. طيب المدرب يا جماعه، المدرب إلى دور، وين دوره ببلش وين بنتهي؟ من نفس السؤال قبل دكتور، المباراة برضه المدرب وين دوره بيبدو وين بنتهي؟ تدريب اللعيبة، شو قبل المباراه وشو اخرى؟ لحديت ما بالمباراة قبل اثناء المباراة المباراه، واثناء وبعد المباراه المباراة وين اخرى؟ بعد المباراة بعد المباراه لحد ما يسلم اللوز. بعد المباراه ماليش دور، ما احنا حكينا قبل بعد المباراة المباراه برضه بده ماليش دور، يوقع خلص. صح؟ توجيه اللعيبة أثناء المباراة. دكتور مش ايوه حكينا هي قبل دوره المباراة ببلش برضه قبل لازم يوقع المباراه. اللي هو التوقيع؟ ما احنا قلنا قبل المباراه ما انا بقول التوقيع، لك انه قبل اثناء المباراة هو المباراه وبعد ايه. المباراه. بعد المباراه ماليش دور، مش مثل رئيس الفريق بوقعش على الورقه في نهايتها. طب دكتور، ما تعصب. لو وقتش معايا اعدل في ورقه طيب التسجيل. يعني ورقة تسجيل مش بسجل اللعيبه وبعطيهم للحكام. هذه في بدك انا كنت بدك تميز بين ورقتين يا محمود يقين، في عندنا ورقة التسجيل وفي عندنا ورقة ترتيب الدوران. لا انا بحكي عن ورقة التسجيل. ورقة التسجيل مجرد ما وصلت الملعب وطلبها منك الحكم بتروح بتسجل اللي هو تعطيه، او انت بتسجل في ايدك اسماء اللاعبين. هل كانت تغييرها مجرد ما انت وقعت على الورقة ممنوع تغييرها. يعني مش بيجيبك يقول لك وقع، تقرا الاسماء اذا انت مدرب شاطر، تقرا اسماء اللاعبين وتتاكد من ارقامهم وبتسجل خانه. بتسجل خانه، في خانه لازم تتسجل. واضح؟ عم بسجل هذا اللي هو كيف التسجيل مش 12 جدا. لاعب، شيء؟ بسجل 12 لاعب، اي ال 14 لاعب 14 غير سجلت ممنوع كحد التسجيل. اعلى، كحد اعلى 14 لاعب، بس مش مسموح لك تسجل 6 كحد اعلى. افهموا كحد اعلى. طيب يوجه الفريق من خارج الملعب وارتباطه فقط بالحكم الثاني. المدرب مسموح له يوجه الفريق من خارج الملعب. طيب قبل المباراة بسجل لاعبين أو يتأكد من تسجيل اللاعبين ويوقع استمارة التسجيل. إذا المدرب هو اللي بعطيك إن الأسماء الموجودة في المباراة، في أنت المدربين توقع يا كابتن، بروح يوقع قال يعني بدنا ناخذ توقيعك. انا مش ماخذ توقيعك يا اخوي، انت مش بتوقع لي يا عدل، انت بتوقع لي على الصدق على ان المعلومات الموجوده في كشف الاسماء صحيحه. واضح شو المدرب؟ يعني في مدربين تتفاجأ بعد المباراه ايه في لاعب مش مسجل، انت ما سجلتش. لا يا عمي انت وقعت على الورقه، انت ليش وقعت على ورقه التسجيل؟ تاكيدا للاسماء الموجوده داخل المباراه. فهي المدرب لازم يفهم ان انت لما تروح تاكد من الاسماء وبحك لك تسجلهم في ايدك، بحك لك تسجلهم انت.
ماشي؟ اثناء المباراه بيسلم الحكم الثاني او بيسجل ترتيب الدوره. كل شوط احنا كنا في مباراه كره طائرة، كل شوط في معك كابتن المباراه شو بيساوي الحكام؟ بعطوك خمس ورقات، خمس ورقات، هذول الورقات شو الورقه في كل شوط بدك تسلم ترتيب دوره. شو يعني ترتيب دوره؟ يعني محمود يقين في مركز واحد، رياض في مركز اثنين، ابراهيم في مركز اربعه، فلان في مركز خمسه، بتحط هيك ارقام. الشوط الثاني بحك لك تغيره؟ اه بحك لك تغيره. في قانون كره الطائره كل شوط يعتبر مباراه جديده منفصل عن المباراه، يعني تبديلات التايم اوت مختلفه. بوجه اللاعبين انك قاعد او واقف. ليش كنا جالس؟ زمان بكى في القانون ممنوع الحكم المدرب هو يقوم على الكرسي، ممنوع المدرب طول المباراه لازم يضل قاعد. لا اليوم شو سمحوا له. خصم فيه دكتور؟ شيء خصم فيه ضل كاعي. شايف بك جلطه تسوي للمدرب، بده يوقف، بده يصيح، بده يكاتب. المدرب بحق له يتحرج في هذه المنطقه، مثل ما حكينا في هذه المنطقه بحق له يتحرج طول المباراه. هو اللي بيطلب الاوقات المستقطعه والتبديلات، تايم اوت الحكم وهي اشارتها اذا سمحت. تايم اوت وين بتطلبها؟ واللاعب موقف، بزبطش تطلبه والمباراه شغاله. لما توقف اللاعب يعني خطا، ارسال، شبك، كذا، تايم اوت الحكم تطلب. اه بكى زمان في عندنا اثنين تايم اوت فني، اليوم التغيير ما فيش تايم اوت، بكى 8 و16 موجودات لغوين. بعد المباراه، بعد المباراه ما ليش اي شغل، خلاص هي دوره قبل المباراه وبعد واثناء المباراه، ما فيش شغل بعد المباراه. مساعد المدرب، في عندنا مساعد او اثنين، مساعد والاثنين بيجلسوا على مقاعد المباراه، ممنوع يتدخل في المباراه، ممنوع لا يطلب تايم اوت ولا يوقف يقعد يوجه في اللاعبين طالما موجود المدرب. في حال غياب المدرب، انطرد المدرب او مرض او زعل او حرد، بيكون رئيس الفريق بيطلب من كل الحكم ان مساعد المدرب بده يحل محل المدرب. ماشي؟ في هذه الحاله بحق له يتحرج. طبعا مسموح له لمساعد المدرب مثلا وقاعد على منطقه البدلاء انه يتحرج في هذه المنطقه، بس مش رايح جاي مثل الدجاجه اللي بالتدبير، لا رايح يروح جاي. على منطقة الإحماء يمكن. اه يروح مثلا بده يعطي لاعب شغله، بده يتاكد من شغله، يقول له لاعب جهز حالك كذا، بدك تنزل. في اشكاليه هم اللاعبين لما يتبدلوا بيزعلوا، بروحوا غلط بصيروا يخابطوا، بصير يسوي في مشاكل، فممكن يروح يهدي ويتدخل في القصه هذا. اه ممكن، بس هذا ممنوع يجي، ممنوع يكون يتحرش، ممنوع تشيل ساعه وقف جنب المدرب. احنا في مباريات عندنا بالله في اربعه واقفين يا عمي، وبعدين ما تشوف اقعد يا جماعه. واضح؟ آه. نوقف ولا بنكمل؟ كيف بدك بس انت دكتور؟ انت شو بتشوف؟ نكمل يا بكره؟ دكتور مقول انا خلاص، يعطيك العافيه. دكتور نكمل المحاضرة الجاي، طيب محاضرة احنا نكمل اليوم يا دكتور. طيب شوي بس بدي انو منكم هذا شغلتين. النيرد انو شوي قاتل شوي شوي شوي، قاتل روكا اهدوا قاتل اهدوا يا اخوان. دكتور، المحاضرة حبيبي مسجلة. محمد ثابت اسمعني شوي. بكره في نفس الوقت عندنا محاضرة الساعة 7 بنبلش مثل اليوم. اللي بدي اياه منك بشغله واحده، ان نحاول نحضر محاضره اخرى مره عشان نفهم القانون. القانون بده فهم، اذا ما قريته حاول احضر المباريات حتى نطبقها. المحاضره الجاي راح نبلش في